هنبتدي بالكالسيوم جلوكونيت. الكالسيوم جلوكونيت هنعمله كومبلكس متري. كومبلكس متري بمعنى ان انا هعمل تايتريشن اجينست الادرار. تمام؟ في البدايه احنا هنشتغل بالبروسيدور العاديه، هناخد 10 مللي سامبل. بنعمل كوتشن ريلاكشن بان انا بضيف 10% من الموسم هيروح.
الصيدلي ده بيحول الاكسس انيوزد من الدوبامين لايونين، عشان الايونين اللي طالع بعد كده اعمله مع سايت سولفيت. المفروض ان اي تايتريشن بين الايدين والسايس اوف بيت الستارش بتاعي بيبقى انديكيتور، لكن في الحاله دي ما ينفعش نضيف الستارش في البدايه. لو ضفت الستارش في البدايه هيعمل ابزوربشن الايدين، وفي الحاله دي التفاعل هياخد دايكس تشيكنج، ياخد مجهود وفي نفس الوقت ياخد وقت. عشان كده بعمل تايتريشن اساس انيوز الايدين في البدايه اجينس السايس اوف بيت لحد ما اوصل للمرحله اللي هي الاسترويد. في البدايه طبعا التفاعل ما بين الايدين والسايس اوف بيت بيكون سريع، وبالتالي مش محتاج فايروس تشيكنج. طبعا هنكمل تايتريشن زي ما قلنا لحد ما اوصل لايه؟ للدستروير، لان الدستروير دي هي المرحله اللي بضيف عندها ايه؟ الستارش تاني. Thank you.
والتركيز مع المخ واللي هنرسم منه الكالكوليشن كده بتاعنا. وليكن خدنا 5 كونسنتريشن وستات 5 كل يوم مختلفين. كده حطينا الكالكوسايد مين. بعد كده الايجنت اللي عندي بقى هو الكلر ايجنت اللي عباره عن فريق قلم، وده بتحط منه 5 مين فريق قلم. طبعا لازم يكون عندي اكيوريسي وانا باخد الفوليوم بتاعي بتاع الفيريك ارام هيدروكسيد مين او سلبي. طبعا مهم جدا، لان لو سلبي مركز او عندي ستوك مركز بيفرق معايا في الكونسنتريشن. النقطه ممكن تفرق معايا في الكونسنتريشن وتفرق معايا في الابزوربس اللي هيطلع على الجهاز، وبالتالي بكون باخد كل الكميات اللي انا باخدها. بالتالي كده جيت عندي الخمسه ديفرنت كونسنتريشن من الستوك بتاعي اللي انا حضرتهم سيريال دايليوشن باستخدام 1 2 3 4 5 مللي من الستوك، 6 مللي في كل الفلاسكات من الهيدروكسيد امين، 5 مللي في الكرام. بعد كده بعمل دايليوشن لغايه 100 مللي باستخدام الميه تبوت. وأكون حريص طبعا إن العلامة طبعا مش بتتظبط، أنا بظبطها باستخدام أي حاجة تكون ضعيفة زي المقص، يعني بحاول ما أوصلهاش للعلامة وبعد كده بظبطها أنا بقى. بعد كده بقى اظبط المص او حاجه تاكل شويه بحيث ان انا اقدر اوصل للاكل كله بالظبط يعني. متنساش طبعا بعد كل خطوة بحاول اعمل تشيكينج بحيث ان انا اعمل ميكس للريجنت بتاعتي قبل ما اعمل دايليوشن، ده افضل حاجة. انا عملت له دايليوشن بعمل ميكس مرتين او ثلاثة استخدام السكر طبعا.
ديفرنت فوليوم، وانا عندي التركيز الاصلي بتاع الستوب، فبالتالي بقدر احسب تركيز كل فلاسكه من دول عند ايه، بحيث ان انا لما اجي ارسم برسم بين الكونسنتريشن والابزوربرز اللي طالع عندها كونسنتريشن على الاكس اكسس والابزوربرز على الواي اكسس. طبعا الكونسنتريشن هنا التركيز بالمايكرو جرام، بنرسم بالمايكرو جرام برميلي، بنحسب حساباتنا. انا عندي جرام بيرسن او بيرسن بحولها للمايكرو جرام برميلي، ده بطريقه سهله جدا مفيش فيها مشكله. بعد كده زي ما حضرت بنفس الطريقه اللي حضرت بيها الاسطول، بحضر استنبل وفي نفس الوقت بحضر البلانك بتاعي. طبعا البلانك بتاعي عباره عن 6 مللي هيدروكسيد مين، 5 مللي فيريك الم، بكمل لون. الاستنبل بنفس الطريقه، باخد بس جاست ان انا باخد واحد فوليوم من الاستنبل بتاعتي بحيث ان انا ايه اعين الكونسنتريشن بتاعي. وليكن هناخد واحد مللي من الاستنبل بتاعنا، نبدأ نسافر ونعمل كده نقدر البيان ونزل بنسافر، اللي هي المفروض ان انا عايز تركيزها من على الجهاز باستخدام الكالكوليشن كيت بتاعي. ناخد واحد مللي بالظبط طبعا، لان اي نقطه معايا ممكن تفيد جامد في التركيز طبعا. 6 مللي هيبقى شويه يمين، يفضل ان كل الشغل اللي بشتغله يكون بين علامتين، ما يكونش اخر حاجه في المصر. يكون ال 6 مللي اللي باخدهم بين علامتين وليكن 3 و 9. يفضل ان انا ما اشتغلش في اخر مللي، ولو انا بعد ما وصلت الوقت بتنزل عندي حساب شويه للمقدار في المصر، بس انا ده اختياري. فبالتالي انا بظبط الويف لينث سيلكتور على 470 نانومتر
وكده اتظبطت تمام. بعد كده ببدا اقل ايه طبعا اول حاجه بعملها ان انا بصفى اجينس الريجنت بلاك بتاعي اللي هو عباره عن فيريك ارانجمنت وسلامين. وده كده ناخد اول كيوبيت مثلا ندخل الدراع جوه خالص. طبعا مهم ان انا يعني اغسل السيلز كويس جدا. اولا بالميه، اغسل بالميه كويس جدا. ثانيا باستخدام الميكشر بتاعي اللي انا شغال بيه سواء بلانكس او سامبل او سبيك. انا بغسله ثلاث مرات بالبلانك اهو. واحاول اثبت السيل بتاعت ايه؟ بتاعت البلانك خلاص بقى يعني احاول ما اغيرهاش. عشان لو عايز اصفى ورا كل القياس مفيش اي مشكله. لو عايز اخد ثلاثه قياس وبعد كده اصفر وبعد كده اقيس الثلاثه تانيين اللي هم اللي وراها بقى مفيش اي مشكله خالص. فانا هصفر اول اجنس البلانك زيرو ابزورمنت. بقول له اعتبر ان ده البلانك بتاعك قيس لي عنده صفر. عشان نلاشي اي تقسيم نتيجه وجود الفيريك الم او الهيدروكسيد او حتى لو في اي انشاور في الميه بشتغل الايرور اللي موجود فيه. بعد كده ابدا اخد اطلع الدراع ولا بره واخد السيل اللي بعديها واحاول وانا بتعامل مع السيل امسكها من ناحيه البوبيك لان انا عندي ناحيتين في السيل. ناحيتين ترانسبيرنت، ناحيه ترانسبيرنت هي واللي قصادها والناحيه الثانيه اوبيك. الناحيه الاوبيك طبعا مش شغاله من طول خالص ودي اللي بستخدمها ان انا بمسك فيها ايه بحطها في ناحيه الجهاز. لكن الناحيه الترانسبيرنت بتاعتي هي اللي بتبقى قصاد ايه اللامب بتاعتي. ابدا ان انا اقيس الديفرنت كونسنتريشن بتوع الستوك بتاعي. يبدا 1 مللي اللي بعد كده المفروض ان احنا نحسب التبعيه التركيز بتاعه. الواحد مللي 2 مللي 3 مللي وبنضرب في ايه؟ في مضاعفات. بحاول ما بعملهاش السيل دي قوي عشان ما توقعش في الجهاز فبالتالي ايه؟ بتعمل مشكله قوي طبعا خاصه ان عندي فيريك ارم ممكن يعمل مشكله في الجهاز. باخد اول قرايه عندي بعد كده باخد القرايه اللي بعديها بنفس الطريقه. طبعا مهم جدا انا ما دام محافظ عليها مفيش مشكله لكن مهم جدا ان انا امسك السيل كويس قوي بعد كل خطوه واتاكد ان مفيش فيها عليها اي فينجر برينت او اي خربشه او اي حاجه كده تمام. باخد القرار بعدها والمفروض ان هي بالتبعيه هتبقى ده في القرار الاولانيه طبعا لان هو ايه في الانيرت في الرينج اللي انا مختاره. باخد القرار بعدها كالبريشن كيرف
بعد كده بحس السامبل ده اللي هي اوف انون كونسنتريشن المفروض ان انا اجيب تركيزها بعد ما برسم الايه؟ الديبريشن. اخر سيل عندي سيل رقم 4 هشيلها بالسامبل كويس جدا بقى. طبعا المفروض ان تركيز السامبل بيكون في الرينج بتاعي اللي انا حاطه للستوب، يعني ما يكونش اعلى منه او اقل منه، ده عشان احصل على نتائج كويسه في الريبيتابيلتي والريبيتابيلتي بتاعتي. هو طلع فعلا في الرينج بتاعي وطلعت النتائج مرضيه جدا ان شاء الله، يعني تكون الكابشن كويس جدا. برسم الكابشن كيف بعد كده بحصل منه على تركيز الستوب بتاعي بالمايكرو جرام او بالجرام بيرسنت، احولها سياد زي ما هو طالب مني، وكده اقدر اكون حصلت على تركيز السامبل اللي هي المفروض جايه بتركيز مجهول. السلام عليكم. اشتغل النهارده ان شاء الله معاك الروت ليمت ديسك فاير باي ايجيبشن فروم كوبيل. الروت بتعتمد على ان بيكون معايا سامبل فارماسيوتيكال سامبل معتبر او معتقد المفروض ان موجود فيها تريسز من الاير. الاير اللي موجود فيها امبيورتيز بيبقى ليه نسبه معينه محددها فروم كوبيل. علشان اشوف نسبة الاير الموجودة في السامبل هنا وزن ولا اضاف الليمت اللي مسموح ليه بالفرماكوبيا بعمل الليمت تيست بتاع الاير. علشان اعمل التجربة يا جماعة بتاعتي لابد ان يكون معايا اثنين مستر تيوب لازم يكونوا ويل اي ويل ليبولد اند منشن. الاثنين ليبولد كويس، يعني ايه؟ واحدة مكتوب عليها سامبل والثانية الاستاندرد. ماشي؟ عشان ما يحصلش كونفيوجن عندي بعد ما اشتغل مش عارف النتيجة ديت في المستر بتاعت الاستاندرد ولا السامبل. الاثنين يكونوا ليبولد كويس ويكونوا منشن كويس. ماشي يا جماعه؟ في ليميت في الليستر تيوب بتاع السامبل تاخد واحد منهم من السامبل دايركت. الليستر تيوب بتاعت الستاندرد تاخد اتنين من الستاندرد دايركت. ان الاثنين من الستاندرد اير بيحتووا على الماكسيموم الليفل اماونت من الاير اللي الايجيبشن فارماكوبيا تسمح بيها تكون موجوده في الفارماسيوتيكال سامبل. على كل واحده من التورنستا اضيف 5 مللي 50% نيتريك اسيد. دور النيتريك اسيد هنا بيعمل اوكسيديشن للاير اللي موجود في الفيرست ستيت يحوله للفيرست ستيت، تمام؟ وبعد كده بيحافظ على الاستابيليتي بتاع الفيريك سيل شينيك كومبلكس اللي بيتكون. ضفت الواحد ملي سامبل والاثنين ملي ستاندرد في كل مسطر، وعلى كل واحده ضفت 5 ملي 50% مادري كاسب. هكمل بعد كده بالتلات نقط لحد العلامه اللي هي 50 ملي في كل واحده. بعد كده اضيف الامونيوم سيروس ان ايه تيست سوليوشن، اضيف 5 اضيف 3 مللي من الامونيوم سيروس ان ايه في كل مستر تيوب.
تيست سوليوشن بالكميه اللي قلناها 3 مللي في كل مستر كيوب، بعمل شيكنج للتو مستر كيوب عشان اعمل هوموجينس سوليوشن للكلر، وبعمل كومباريزون للانتنس بتاعت الريد كلر بتاع الفرق او الفرق ساي شانيل كومبلكس، بشوف الانتنس بتاعته في النسبه كيوب بتاعت الستاندرد والسنة. لو الانتنس بتاعت الريد كلر اللي موجوده في النسبه بتاعت الستاندرد نفس الانتنسيتي او اقل من الانتنسيتي بتاعت الريد كلر اللي موجود في السامبل، معنى كده ان الايرون كونتنت اللي موجود في السامبل وزن الالاوت اماونت، يبقى وزن زائد. لو الايرون كونتنت اللي موجود في السامبل اعلى من الليمت اللي محدداه الايجيبشن فارماكوبيه، هبص الاقي الانتنسيتي بتاعت الريد كلر في السامبل في النسبه بتاعت الستاندرد اعلى مور انتنس، الريد كلر مور انتنس عن الريد كلر بتاع السامبل. بعد الشيكينج لما اجي اعمل كومباريزون بعمل كومباريزون للكلر، يبقى لازم تكون الكومباريزون، اعمل كومباريزون للكلر يبقى لازم تكون الكومباريزون من اتجاه طولي من لونجيتيودنال فيو ماشي، وعلى خلفيه بيضاء ببص بلاقي ان الريد كلر في النسبه تيوب بتاع الستاندرد اللي موجود على الشمال هنا مور انتنس عن الريد كلر في النسبه بتاع السما. ده انديكيشن على ايه؟ ده انديكيشن على ايه؟ انا معايا السامبل نفسها الريد كلر بتاع الستاندرد هو ال 9 سامبل، بمعنى اخر الريد كلر بتاع السامبل اقل من الستاندرد، معنى كده ان الاير كونتنت هنا في السامبل وزن زائد وزن زائد. دي الطريقه اللي بعين بيها الاماونت بتاع الاير في الفارماسيوتيكال سامبل، دي عباره عن طريقه كواليتيف بعرف بيها الاير هل هو وزن ولا اضافه. السلام عليكم، النهارده يا جماعه هنعمل لقيتها دي ما عندي معجزة بتاع حاجتها
بيتحول الى فايبر. نقطه مهمه كمان ان لون الفايبر ده هيتقلب الى بلو هي دي الانواع بتاعته. عند الفايبر ده هحط نقطه او اثنين ورا. طبعا انا ما زودتش الكالكوليشن بعد كده لان هو اللون ده مش هيتغير في نفس على طول، يعني هي مش قصه ان هو بعد ما يحاول يقول لو عملت هيحاول يقول تاني بعد ما كان لا هو هيفضل كده. ف عايزه اقارن اسدد واحده عندي في الطرف واعمل